يقول أحدهم: ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. هذه الثمانية كل واحد منها تمر: سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ومرض ثم شفاء. نسأل الله أن يعافينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يدفع عنا الهم والحزن، ويجعلنا مجتمعين لا متفرقين، ويؤلف بيننا ويجعل أمورنا كلها يسيرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أبدى الله همه إلى فرح وسرور. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.